من نعم الله علينا نحن اللبنانيين انه خلقنا بهذا الوطن. لبنان يعني فريد من نوعه بالعالم. تحس يعني وين ما رحت بتقول هي هاي عندي منها بلبنان، يعني بضم بذكرتك وين ما رحت البلد الذي لا ينتسى. يعني انا برمت العالم مثل ما خبرتك، بس مش غرام سكران بلبنان، افيش احلى منه. لبنان هو هويتي، لبنان هو الهوى اللي بناخده، المية اللي بشربه، الشمس اللي بتدفيني. من زمور السيارة للسلة اللي بتعربش على الدرج، لوز أخضر لحميضة بالربيع، البوزة على البردوني. في ضحكة بتصير كل يوم، ما بعرف ليه ومن كيف وليش عم بضحك. كل ما أحكي في حال لبنان بضحك. بتفتح عينيك بتصير تراقب الشمس اللي عم تنط من ويلي لويلي من تل لتل، وما ترى أنت توصل على ضيعتك. هي قاصدي ضيعتك، ما ترى توصل توصل. طلع لا هون جنن. هذا الحرب شي تاني، بس الحقيقة هون. أنا ربيت طفل بلبنان وبضيعة، يعني أنا بنضيعة، بس لبنان لما كبرت صرت حسه مكيفية ومكيف بالأوادم. عرفت كيف؟ لبنان اليوم ما بعرفش، خربوا هالجنة اللي كان اسمها لبنان، سرقوا لنا مع طفولتنا وسرقوا لنا عاداتنا حتى وتقاليدنا. أنا اتعذب كثير، وأشياء بلبنان أكثر منه عزيز علي، بيخدي جزء من صحتي. أنا بسافر كتير وبعمل محاضرات بجميع الدول العربية، وللأسف بسمعهم عم بيتأسفوا على لبنان. هاي شغلة بتجرحني. بلاد عربية هي صحراء عم بيعملوا منها جنة، نحن جنة عم بيعملوها صحراء. حرقوا الشجر، كرسلوا الدنيا، لوثوا البحر. هي أكبر أسف، لأنه نحن الله عطينا معجزة وعم نكبها. شط البحر بيشبه تركيبة النظام اللبناني، بيبقى بينك وبين شط البحر 20 متر ما بتشوف البحر. معمرين. حل بلبنان قضية، حل مثلا قضية الأملاك البحرية ما بتنحل، لأنه الزعمة اللي هن سرقوا الشط هن بدوا يحكموا حالهم، بيرفضوا. حدا بيعلق المشنقة بإيده؟ ما حدا بيعلق المشنقة. تفضل هيدا شط كله، كان شط رمل هيدان يمجد الخيلة، ونروحوا طبعا إنسان بده ينزل عليها عندنا هون. أربع مجارير هنون محولين للبحر، بيفتحون بالليل. هيدا وسخ العالم كله هون، تفضل. ماي واحد وجاي. وضح لك شو المجنون؟ مجنون يعني مشى الخرى تبع العالم، تركينه بالبحر تيموت الطيب والميت. جبل الزبالة حلق ورحت له عليه شي مرعب. يعني بس بنضرب البحر احنا بنعلق بالنايلون وشبكنا بالنايلون بيخترب بيتنا والله. مين المسؤول هون؟ مين عم بيكب هول الشيء؟ والله ما بعرف صراحة. عصافير ما في هلا، اذا ما عصفور في دقيقه مره بيقتلوه. ليك عم تسمع القواص ها؟ ابو قمرش عصفور معطر. بتلاقيها بالبرازيل وبتلاقيها باستراليا، اللبنانيه زارعين لك الزيتون اللبناني.
السنوبر اللبناني، الارز اللبناني هون ما بقى تلاقيهم هون مع الاسف، ما بقى بده يحرقوا لك يروح يحطوا لك نخل، ما بقى وين بدنا نسير؟ بكره بده يقول لك زفت يحطوا لك رمل، ما بده ما بده زفت على الطريق مشان الاغنيه نفسيته زفت. بتعرف شو عملوا باثار بيروت؟ كبوها في البحر، كبوها بالبحر واخذوا التحف على بيوتهم. وقتها كانوا ملاقيين طبقات عمرها 60,000 سنة قبل المسيح. رح عندي هون المقالة تبع لوموند، بيروت لو بلو جران شانتيي اركيولوجيك دو موند. بعد سنة وسنتين بيخطفوا نفسهم كلهم سوا بيفلوا الاركيولوجية وكل العيلة. طيب كان هون محله، يعني هون هاي البقعة بوج النهار كان هون محله، عطوه $16,000 على محل هلا بيسوى تقريبا فوق $5 مليون. قلت لهم دخيلكم انتبهوا انه وقت اللي بيوصلوا لمدرسة الحق ما يطموها ويكبوها بالبحر. لقيوا مدرسة الحق واجاهم امر يطموها، واثار بيروت جرفوها على البحر وعملوا السوليدير. هلا نحكي عن نظام الصيف. يعني تصوروا مره ماشي انا بركي بيقول لي قرب، قلت له مدور ضوء الاحمر، قال لي قرب هلا بدك تعمل نظام انت. انا كل يوم بسواقه سيارتي اتعرض لان اكون قاتل مش اقل من 4 مرات. اذا بتشوف سائقي الدراجات كيف بيسوقوا عكس السير، بيطلع من مفرق ممنوع السير فيه الى ما هو انت عم تسوق سيارات تفاجئ انه طلع قدامك ممكن تضربه وتقتله. سالت مره بوليس قال لي قانون السير لا ينطبق على الدراجات، بالحرف جوابني. وقف على ضوء الاحمر بحترم القانون، وراي بلش الزمامير انه مشي بيقطع عنك بسبك انه شو بك واقف يا انت شو بك واقف مشي. بدك تعمل ريجيم اليوم تنقص كيلو سوق سيارتك ومشي بالبلد. بس اولا بتصير تخترع كل يوم شتائم جديده مش خاطره على بالك، بعدين بكدك العرق هيدا رح نص كيلو تتوصل للبيت من عجقة السير بتكون رح. سياسيين السبب، مين السبب؟ قرارات بين ايدين مين؟ بين ايدي انا وياك؟ بين ايدين السياسيين؟ شو عم بيعملوا غيرهم؟ تخانقوا بين بعضهم؟ شو عم بيعملوا تيعمروا تيأسسوا؟ هل هو معقول انه رئيس الوزراء لما بيمروا رئيس الجمهوريه والنواب والوزراء لما بيمروا ما بيشوفونه؟ ما بيشوفوا شو عم بيعملوا بلبنان؟ ما بيشوفوا التلوث اللي موجود بلبنان؟ ما بيشوفوا الوساخه اللي موجود بلبنان؟ ما بيشوفوا انه هذا اجمل بلد عملوا الله وابشر بلد اني عملوه؟ حقوق الانسان مهدوره في لبنان، يعني اذا راح واحد عم اخفر درك مكسورة اجره بيقولوا بي ضربني وكسر لي اجري، بيقولوا له شو فينا نعمل لك؟ اكثر شيء بيريحوا بيشربوا شاي بفل. في ناس عم بتوقف على ابواب المستشفيات وعم بتموت. شو هالحكي؟ انه دفع ديبوست قبل ما يفوت على المستشفى بيموت؟ طيب ما معي استشفى، شو بعمل لك انا؟
ممكن ننزل على اي شعار هلا كبير، مش وما في شباب عم تنزل اليوم تتكتل تنزل مشان طالب بحقها انه تتزوج مدنيا. انت بلبنان فيك تتزوج مدني باي بلد بالعالم، تسجل زواجك وتطلق هون. في عنا طلاق مدني بس ما في زواج مدني. يلاقي شغل بده يروح يوسط زعيم الطائفة المدني والروحاني والدنيا كلها ليلاقوا له شغل، مع انه من حق المواطن انه يشتغل ويتطبب ويتعلم وبلاش. بنزل على الشارع واذا حدا بيطلب هيك مطلب ما حدا بينزل. نحن شباب ما بنتحرك، بس بتحرك على شعارات كتير كبيرة. ما أنا علاقة اليوم بواقعي بمخاوفي بحاجاتي بشو بدي. فغريب انه أنا بلان هاجر وما أتخلى عن الزعيم السياسي. عم بيتخرج التلميذ من الجامعة، وين عم بيروح؟ بيتخلص من هون صار برا. يعني قبل ما ياخذ الدبلوم ده بعوض ينبس وين بده ياخذ فيزا، بده الفيزا قبل الدبلوم. ابني ضل سنة وأربعة أشهر حق قلب الدخان ما انتهى له، مع انه ما بيشرب دخان. لك حالي كيف خبز بدالة اجيك مصروفه مني وتعطيه مصروف السنة يبكي. لا ولي دولته ولا طيب ليش عطوه شلته؟ يا حوالي يشتغل هلا الحمد لله له قيمته ما أحلام استلم وظيفة في دبي وماشي حاله. لا الدول العربية أحلى منا، ياخذونا أولادنا يشغلونا أولادك ويستثمرون، نحن عم نطلع المصب الصبيانا. عم بفلوا لأنه كفاءاتهم صاروا أكبر من اللي بلد بيقدر يقدم لهم إياه. خمس أولاد، خمس أولاد مهاجرين، بفتح الباب بيطلع لي بفتح باب البوم. ما في عاد غير أنا مرتي بالبيت. هل يهجروا الشوف اليوم قاعدين مع بعضهم. بس بعد في كذا ضاعة بالشوف ما رجعت. في إرادة سياسية لعدم إرجاع الناس من قبل نافذين بالمناطق اللي صار فيها تهجير. لا يخلوا كانتونات، يخلوا نفوذ سياسي، يخلوا إلى آخره، وكانوا مدعومين من السوريين. دولة ما عم تعطي التعويضات للمهجرين. وفي فساد كتير بتعطيهم للمهجرين وللأحساء وللأزلام وقت الانتخابات وإلى آخره. كم سنة أطلقوا هالشعار إنه لبنان بدنا إياه يصير دولة القانون والمؤسسات. بنشوف من بعد 10 سنين إنه أين نحن من دولة القانون والمؤسسات. بالعكس يعني اللي بنتحسر على ما كانت عليه وقت أطلقوا هالشعار. واليوم لا في قانون ولا في مؤسسات. مين دعر إلا الحكومة الموظفين ليهم حد منك كانوا بدهم ينشوك بتروح تتعمل ورقة بيزتوك من مكتب لمكتب لمكتب لمكتب. مش معقول هالاشياء. عبالي باسبوري يخلص بسرعة بلا ما اعمل واسطة، عبالي اعمل اقدم ورق البلدية بلا ما يكون عارف رئيس البلدية. بالضمان ذاته اذا ما عندك واسطات بدك ترشي، بدك ترشي، بدك تدفع رشوة تتاخد حقك. كانت الرشوة يعني سرا ويشوبها نوع من الخوف والتخوف، لكن اليوم اصبحت الرشوة علنا. يعني تذهب الى المدير العام او الى مدير او الى رئيس مصلحه او كذا بيقول لك انا اريد مبلغ كذا على هذه المعامله. ما بسمع حوالي العالم بتجي بدق ابواب النواب تيعملوا لهم خدمات. هذا الشيء بخليني اطلع بلا عقل بقول ما معقول. اذا ما عنده واسطه ما في يشتغل، ما في يشتغل، ما تقول لي ما في يشتغل. ما بي الوطن الوحيد يلي ما بيعملوك فيه حسب كفاءتك هو هون النموذج صار. بروح عند النايب بطلب منه خدمته ولا يعمل لي واسطه تشغل لي ابني. ما هو واجباته يعمل مؤسسات، يخلق اداه بالوطن يقدر كل مواطن بده يشغل ابنه، ابنه ما يعتاز يدق على باب حدا. اكيد جريمه الواسطه، اكيد الواسطه جريمه، الواسطه جريمه لانك عم بتحط الشخص اللي ما عنده الكفاءات اللازمه بالمنصب يلي منه مناسب. يمكن هالشخص عنده كفاءات بس مش بهالمنصب هيدا اصلا. هيدا حقه انه هالسياسي او هالموظف
يلي قاعد وعم بيتحكم بمصيره هو المواطن، هو عم بيدفع له معاشه، مش السياسي عم بيدفع له معاشه للمواطن. وكلنا بنعرف انه المواطن بيشتغل لياخد معاشه، بس المسؤولين يعني ما بعرف شو عم يشتغلوا. اللي حاكميننا يعني بتقولوا حمية حرامية، واللي حاكميننا هني عم يعلموا الناس على السرقة. مين شجع السوريين ينهب البلد وياكل البلد؟ مين شجع؟ مش هني، مش انتو، انتو شجعتوهن ينهبوا البلد ويسرقوا البلد. السوريين لمعلوماتك اذا 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 في معلومات طلعت من امريكا عم بيحكوا انه من فوق ال 150 مليار دولار هودي طالعين ومنهوبين من لبنان، مين مغطيهم كان؟ مين؟ مش انتو اللي انتو حاكمين وانتو كنتوا ما زلتوا بدكم تضلوا؟ راح عم بتروح على مين؟ على الجيش. مش كارثة زلزال، الزلزال لا، هو حركين البيت. أربعة وستين يوم الخطوط الأمامية ما شفناش ولا أي سياسي سأل كيف استشهد الزلمة. البلد ما كانتش هيك فجأة، كانت عم تتحضر لها بأسس بطرق بكذا، وفي ناس من لبنان مشترك فيها وفي ناس دول وكذا، ما تحضرت هاي. كيف خلصت؟ حدا بيعرف؟ كيف خلصت؟ معركة بلشت معرفنا كيف وخلصت معرفنا كيف. اجمعوا هالعيال اللي مثل شهداء، اجمعوهم وفرجوهم وفرجوهم ولادهم كيف استشهدوا وكيف ماتوا. إلا كله سري 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 سري. ليش سري يا أخي؟ أنا بدي أعرف ابني كيف مات، كيف استشهد. أنا ابني استشهد، أنا ابني مقتلوه على الطريق، ما بشوفش إلا هالسياسيين كله اختيار هذا الشهيد. لا مش شهيد، ابننا الشهيد، ولادنا الشهداء، ولادنا الشهداء. جه فادي بيقول لك أنا راح لابني. إيه راح لك ابنك اختيار في مسألة سياسية راح، بس انا ابني مش عنده سياسي. الجيش اللبناني ما في سياسي، في اتجاه واحد وفضع كرامه لبنان وكرامه شعب لبنان. التعتير والمصيبه يعني تربيه الصبح الطفل عندهم باي، هلا هي بتعمل باي وخاي واخت وجد وكل شيء لابنها ليربى. مش هيك بيربى الولد، هاي بالنسبه لابنها. شو بدي يعطونا؟ شو بدي يقولنا؟ نحن خسرنا ثلاث ارباع البلد، خسرنا اعز ما نملك في حياتنا كلها سوا. هيدا لبنان تستنجد، مش عارفين انه هيدا هيك، هيدا لبنان. مش الاشياء الكبيره اللي هني بيفكروا فيها بس. ليش يا صغيره هي اللي بتعمل البلد؟ ليش يا صغيره هي اللي بتعمل البلد الكبير؟ الأشياء الكبيرة اللي عم بيعملوها عم بتعمل بلد صغير كتير 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 بكل أسرع. فإذا شو لازم نعمل؟ تفينا نشحطهم بالأول. كل واحد بيجي على الحكم أول شغلة بفكر فيها أنه كيف يخلي أنه القضاء يكون مدجن نوعا ما، يكون هو عنده سلطة على القضاء ليقدر يمشي أشغال. السياسيين ما له المصلحة أنه يكون في قضاء مستقل، لأنه ما فيهم يستخدموا وقتها تيعملوا ما يهربون. ما عاد في مؤسسات رقابة، يعني كل مؤسسات الرقابة الموجودة مشلولة وكأنه قصد. إذا رئيس البنك الدولي لا اشتغل لأنه صحته زاد لشوي معاشه، ما سرق كتير يعني، مش أنه عمل له شي ضرب وأخذ منه ملايين الدولارات، لأنه بس زاد شي غير أنه نطار. هون عندنا نحن بكون بطل، واللي ما بيسرق بكون حمار. ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، كلها مؤسسات ما عم تقدر تمارس شغلها. كل واحد عم بيعمل مثل ما بده، عم بيتناتش بعض الناس، ما حدا بيقول لك وينك. اللي بيكون عنده مسؤول عن صندوق وبيصرف على الطالع وعلى النازل، ما هو بيكون زعيم كبير، واللي بده يحاكمه يمكن اللي هو طعماهم كمان. ما في ديمقراطية صحيحة بدون قضاء نزيه ومستقل عن السلطة السياسية. المجتمع المدني هو آلية من آليات التغيير الحقيقية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. من التسعينات لهلا
مع عدد الجمعيات اللي موجودة ومع كل المصاري اللي بتنصرف كل سنة، مفترض يكون صار عندك شيء فظيع. بالخمسينات وبالستينات الشغل اللي انعمل من حركات طلابية ومن نقابات كانوا يهزوا البلد، كانوا يوقفوا البلد. هلأ ما يعني النقابة خجولة. تدخلات فعلية صارت من أصحاب السلطة، من الأحزاب السياسية اللي مشاركة بالسلطة، وحتى من الأحزاب السياسية ببعض الحالات اللي منا مشاركة بالسلطة واللي هي بالمعارضة واللي غالبا ما تسعى أن تمارس سلطتها على المجتمع وبالتالي على الحركة النقابية، خاضعين للتبعية السياسية والزبائنية اللي موجودة. إذا الشغل شأن عام مش شأن شخصي، فضروري يكون عم بيروح على الشأن العام مش على جيوب السياسيين. أسكية أسكية ومحتلين، يعني ما بيعطوها كل شيء، لأنه أكيد ما فيهم هن عم بيغتصبوا لحقوقها، ما فيهم يرجعوا لحقوقها، بس بيعطوها كفاية ليسكتوها وبتسكت. الإعلام الحر بلبنان كذبة، هيدا أكبر كذبة بلبنان. أنا بالنسبة لي ما في إعلام حر بلبنان. بعمل كاريكاتورات ما هيك بيطلعوا فيها حلوة كتير بس ما بتمرق. إذا أنا عندي جريدة عم بيمولها واحد برا مجبور يحكي باسم اللي عم بيموله، يعني معلش ما فيك بس أن تكون كبير وتبزق فيه، عرفتي؟ ما مالك عين، فمضطر تحكي بلسانه. في نسبة كتير كبيرة من الإعلاميين سيئين أكتر من السياسيين تبعهم، لأنه مأجورين، لأنه توظفوا، لأنه خانوا قناعاتهم ومعتقداتهم بشكل أحبطوا إذا بدأ، وصاروا منظرين عند هذا وذاك من السياسيين، ويمكن هو بسبوه في الليل. في هذا المرض جديد بتفتح حيالله محطة لبنانية اليوم، حيالله فضائية لبنانية، كلها توك شو سياسي، بيجيبوا لنا كل أينشتاين والتاني يشرح لنا كأنه طالعين من السيزيام ومن الستيام ومن الويتيام، بيشرح لنا مصير العالم، مصير لبنان، مصير كل واحد منا، بيشرح لنا الفلسفة تبع الفلسفة. كل واحد من السياسيين بده يبين حاله أنه أنا عم بحكي، بده يوجه رسالته التافهة اللي ما إلا ما في رسالة وطنية، في رسالة عمالة، يعني بياخد درس تبع من السفارة اللي عتابع لو بيطلع بيحكي. لو ما في بلد بالعالم عنده توك شو سياسي قد لبنان من الصبح لعشية، ولاحظ شغلة وحدة، فيش شي واحد من كل هالتوك شو على موضوع ابدا. شو بيقولوا لك وقتها بيعملوا له الانونس؟ نستضيف فلان، نستضيف فليتين، الموضوع هو الشخص كله، فلان قال وفلان قال، ما في حدث. مات واحد فقير ما حدا حكي عنه، شوفير انقتل ما حدا حكي عنه. مسؤولية الاعلام يجرب انت بيفرج مشاكل الناس. خلصنا بقى طحنك وتوك شويات، قال بقوله توك شو توك طحنك، هذا مش توك شو. مع الوقت الناس عم تقرا في الاخبار، عم بتجيب ساتلايت في سيكس وفي الام تي في هودي تبع الموسيقى والغنانه، وانا هلا بهالمناسبه اتوجه بالشكر الى الشيف رمزي واطيب مع اسامه على هالبرامج الناجحه والعظيمه اللي عم يعملوها، هيدي اللي لها معنى هلا بس، وبوس الواوا. إذا واحد شاف إنه فعلاً هالبلد رايح وما حدا عم بيرد عليه والبرلمان خبر كان وما في حدا، ساعتها بلكي بدها ثورة جديدة. حان الوقت للثورة اللبنانية اللي بدها تصحح، وأنا بحب سميها دايماً الثورة الثقافية، مش ثورة البارود وثورة الدم. الثورة الثقافية هي تجرؤ اللبنانيين على محاكمة الماضي. يعني ما بقى بيجوز في عصرنا اليوم انه نكون مغشوشين بتاريخنا برجالنا من قديم وجاي، ما بنعرف مين البطل الحقيقي ومين اللي كان خائن للوطن. هلا السؤال المحرج والاساسي هي نحكي عن ثورة وشو بدنا منها، مين بده يعملها؟ المأساة الكبرى بنظري أنا لما بلتفت للوضع اللبناني اليوم ولشباب لبنان بشكل خاص والجامعيين فيهم بشكل أخص، بيأس وبخاف، بس عم بتزمر على الطرقات لفلان وبعد في ناس لفلان، فعلا شغلة يعني بتبكي، خاصة اللي شفناه بآخر فترة تلميذ جامعات. أنا فعلا لما شفت تلميذ جامعات نازلين على بعضهم على الطريق أو بالحجار ياخدين لهم روسهم، شاشرقينهم شرق،
كلهم حاملين لأعلام زعاماتهم وماشيين يزقفوا بالروح بالدم. نفديك يا إكس إجراك زاد، يعني هاي هي بالروح بالدم؟ لمين بعد في دم فيهم السياسيين؟ لازم نضلنا نحنا مقلهينهم وماشيين وراهم، مش بس نشوف شو عم بيعملوا، نبرر لهم أعمالهم. هيدا التبرير، لأنه صايرين اللبنانيين كتير شاطرين بالتبرير، ما بقى عم بيشوفوا هن شو بدهم ويشوفوا إذا هالمسؤول عم بيعمل لهم اللي هن بدهم، عم بيشوفوا هالمسؤول شو عم بيعمل وعم بيجربوا بأي تمن اللي كان يبرروا له أعماله. وإذا بدي يعملوا الميك أب ده بعنصر عم فكروا بالعيون شو بدها تحط البنت، تحط ميك أب موف أو أزرق أو أورانج أو صار بدها تحط الميك أب عم تبي هي ليه حتى عيني عيوني كيف الميك أب بدها ولك اللانتي عم بغيروهم اللانتي لينسز تبع عيونهم عم بغيروهم مسيسين عينهم. هو اللي شوفت حين تلفزيونات السياسيين موزعين على بعضها ليعملوا غسل دماغ للناس، بيعملوا لك غسل من الباطل بيعملوا حق. حصل توافق وشراكة بين هؤلاء وبين رجال الدين، وهذا أخطر ما فيه بلبنان. المرجع الديني والمرجع السياسي باهتمام موحد ضيعوا الفكر الشعبي، غشوا جماهيرهم. مش متدينين، نحن طائفيين، لأنه المتدين مضبوط ما بيكون طائف. إذا الواحد بحس بكره هيدا عكس الدين أكيد مش دين. فياريت يرجع الإنسان، أنا بأسف لهون أنه باسم الدين ممكن يكره. هالضياع اللي عم بيصير اليوم واللي عم بيروح ضحيته شباب معطرين، ناس من أهلنا من لبنان، لأي طائف انتموا لأي منطقة انتموا، كلهم ضحايا، كلهم ضحايا، كلهم ملعوب فيهم. بتروح على المشكلة الأكبر والأعمى، مشكلة الثقافة والتربية بلبنان. هيدا أكبر 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 مشكلة، يعني بتبلش من المدرسة لهلا. نحن ما عم نربي مجتمع، نحن عم نربي أفراد أنانيين طائفيين مذهبيين. تنمي واحد رأيه الشخصي اللي يكون عنده ثقافة معينة من المدرسة من البيت بلش التربة معه. الحفظ والبلع بس مش الدرس، الدرس فيه تفكير، الحفظ والبلع فيه تقليد. هيدي شغلة كتير عاطلة، وهيدي بتفسر شوي اليوم ليه بالحياة السياسية ما عنا شباب ناشطين بفكروا بنفسهم، عنا شباب لسوء الأحظ معظمهم زقيفة. المناهج التربوية بدها تعلمنا السلام الداخلي والخارجي، السلام مع الآخر. بده يربى جيل ما يقوس عصفور، لأن إذا يرسم عصفور، لأن يلي بيرسم عصفور بحبه، يلي بيرسم عصفور ما بيقوس عصفور، وبالتالي ما بيقوس ناس. مدرسة قلت لهم لو بتدخلوا، لأنه كنت بالكوميتي دي باران، لو بتدخلوا بس ساعة موسيقى يعلموه مش فن مشان إنه يصير فنان، يعلموه فن تصير إنسان بالقليلة. هاي ثقافة، هاي ثقافة تابعة بالحياة ماشية معنا. قال لا ما عنا وقت وفي كتير درس. القصة كل شيء بيعلموك. جيتوا يا إلنا نظري إلزام بالمدرسة، فيش مدرسة أخلاقية تتعلم بالمدرسة، حتى متعاطيتك مع الناس، حتى علاقاتك مع الصبايا كشاب. ما بدي أعلم لمرتين، وما بدي أعلم ابن ناجد الشنفرة، لا بدي أعلم الشنفرة تابني يتعلم يقول دعست على غطش وبغش. تصور انه مثلا دولة لوطن مثل لبنان مش قادرين نعمل كتاب تاريخ، مش قادرين نتفق على تاريخنا. اذا بتسأل المواطن اللبناني انت مين، من انت، ما بيعرف يجاوب. شي بيقلك انا فينيقي، شي بيقلك انا كنعاني، شي بيقلك انا عربي، شي بيقلك انا فرنساوي، شي متيس. متيس اصبت شي علينا، لحنا كتر ما مرق علينا شعوب على هالارض. طيب لو أخذنا طليس وبيتاغور وهوميروس وقلنا هاو من لبنان، شو رايكم؟ يا رايت قلت لهم هني من لبنان، بس اللي بيعرفوا انهم من لبنان ممنوع يحطوا شي بالمناهج. المناهج بدها تنحط عن أيدي البرانيين. البرانيين هني الناس اللي ما بيطلعوا إلا لبرا. هيدا مثل الرجال بيكون مجوز، شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا عينه لبرا، ما هيك؟ بتبقى معطرة مرته كل حياتها، بتضل عايشة بالتأثير، وولاده
بيربوا بجو معطر. نحن هيك صايبنا بلبنان، عين السياسيين تبعنا لبرا. من 30-35 سنة لهلا بعتوه شيل الفلسطيني، شيل السوري، شيل العراقي، شيل الكردي، شيل السعودي، شيل الامريكاني، شيل ما غليتوا حدا، بعتوه كل ما بيجي تعم ببيعه لناس. انسان العادي اذا غلط يا خيم يلا على راسي، بس ممنوع مسؤول يغلط، عم بفوت شعب بحيط بلد بلد بلد، يعني هيدا 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 اساسه بده يكون كتير كبير. هودي بده مين يلقطهم ويشيلهم ويقلعهم من جذورهم. نحن اللي بدنا ننتقم، نحن بدنا ننتقم الشعب العادي، ومنطلبكم ضبوا شنطكم فلوا يا خي، فلوا من البلد يا خي، خذوا المصريات الغنائم من تول اللي نهبتوها خذوها معكم، بس فلوا من هالبلد. مش طايقين شكلكم، منظركم، كلامكم، مش طايقين. وبقى اي شعب ما قام بثورته ما ممكن ان يبني مستقبل كبير. خلصت الحرب وسكتنا، محل ما نجي نفتح صفحة الحرب ونشوف شو صار ونواجه تاريخنا ونسامح بعضنا، قالوا لنا يلا خلص اوكي، عملنا انتقلنا من مرحلة لمرحلة، نسوه التاريخ، نسوه شو صار. ما كيف بده يسامح واحد، وكيف بده ينسى، وكيف بده يقطع مرحلة تانية وتكون في ناس بعد مش عارفين اولادهم وينن، وين مقبورين، وين مدفونين، واذا بعضهم طيبين. طب ما هيدا كل يلي شاركوا بالحرب بلبنان لازم يحكوا فيها، مش تواحد يتحاكم بقى، ما لازم نسكت، عوش ماشي نسكت، لازم نتجرأ نحاكم الماضي برجاله السياسيين، برجال الثقافة فيه، بالمؤرخين، برجال الاقتصاد، بكل السياسيين اليوم اللي حاكمين لبنان وهالكين وموجعين شعبه وعم يستغلوه. ما فينا نكفي وما فينا نبلش بلد جديد إذا ما كل واحد عمل غلطة يتحاكم عليها. ما بدنا نقتل ناس، ما بدنا نعدم ناس، احنا مش دمويين، بدنا بالقليلة نكشفهم ونقاطعهم. في عقوبة أقسى بكتير، أقسى من القسوة، صندوقة الاقتراع، هالورقة الانتخاب. يعني عنا وسيلة بإيدنا، في وسيلة موجودة يعني بين إيدينا. إيه شو عملت لي هالدولة؟ بكرة حسبها بصندوقة الاقتراع. منشتكي ومنبكي ومنضحك على الزعمة ومنسبهم بظهرهم وإلى ما هنالك، وهيدا منيح وهيدا مش منيح وهيدا خربنا وكذا. منرجع بعدين منروح كلنا منصوت لفين وفاتين اللي عم نشتكي منه. ما حدا له حق بقى يتبكبك، لأنه كل واحد هو عم يختار بنفسه. وقت اللي بكل واحد بيوقف وبيشوف أنه أنا هيدا الشخص عمل هيك 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 غلط كل هالأمور هيدي، فإذا أنا لازم أختار غيره. المواطن قبل ما ينقي مرشح من هالمرشحين تينتخبه لازم هو ينقي حاله بالأول، يعرف هو شو بده، هو شو مصلحته الوطنية، مصلحته الاجتماعية والعلمية والاقتصادية. خليني أنا أخلق مفهوم لمواطنيتي وعلى أساسه شوف إذا في شخص بيقدر يتناسب مع المعايير اللي أنا حاططها. ما هي المعايير؟ شو الكريتيريا للشخص ليشرب سياسة؟ ثلاث صفات أساسية بأي موقع: أن يكون الأعرف، وأن يكون الأشرف، وأن يكون الأجرع. ممكن يكون ذكي كتير بلا أخلاق، وممكن يكون آدم كتير ما عنده المعرفة، وممكن يكون عنده اثنين وما عنده الجرأة. بدي انتخب رجل الدولة مش رجل السياسي، لأنه رجل الدولة يعمل للأجيال المقبلة، رجل السياسي يعمل للانتخابات المقبلة. رجل الدولة بيشتغل على أساس هو خادم عند الدولة، وبالتالي خادم عند المواطنين. لما كنت بأمريكا كانوا يسموه public servant، يعني هذا خادم الشعب، هذا رجل الدولة. رجل السياسي بيعمل الشعب خدام عنده. تعرف فخر الدين ليش كان عظيم؟ كان البطرك الدويهي يكتب عنه يقول: كان سعادة شعبه
سعد شعبه، سعد شعبه فخر الدين. هيك بنا عظمة، مش عنوعية المعترين اللي حكمونا بس تيجمعوا ميل وتيقعدوا على الكرسي. هاو معترين حرام بيستاهلوا الشفقة. مش مين ما كان فيه يشتغل سياسة، مش مين ما كان بيدخل سياسة. أول شيء شو إذا بدي أجي اليوم أنا شاب أو شابة بده يجي اليوم ينتخب، خلينا نشوف بالأول شو ما لازم ينتخب. ما ننتخب ناس لأنه إجا عزب جدي وراح حضر عمادة ابن خيي. يوم الانتخابات ما بدك تفتش هنشوف مين خدمك أكتر، مين زفت لك قدام بيتك، مين حط لك ابنك بالمدرسة، مين وظف لك خيك. بدك تفتش عن مصلحة هالبلد وعن مصلحة المواطن اللبناني. بدها وقفة شجاعة تا أنا بطل اختار اللي كان يختاروا مثلا بيي أو اللي كانوا يختاروه أهلي أو أصحابي. الشعوب بتطلع بالشخص بقيمته بحضارته بثقافته بتنتخبوا عنا. لا، نحن عنا بعدنا مأثرين بالعائلة وبالضيعة وبالعشيرة وبالطائفة. لازم ينزال هيدا السرطان، يعني بموت الشخص اللي بيبقى هو رئيس أو وزير بيجيب محله مرته بنته ابنه، مين في بيجيبون على الحكم محله، هو عيروح محله. هالعيال 10 15 عائلة اللي هن مستلمين البلد اليوم، هن زيتهم، كان الجد صار الابن، الابن صار الولد، الولد صار أحفاده. هلا بيعم طلعنا امبارح بالتلفزيون ابن ابنه طلع بلده، طلع هو بده يخطب. بطل في ناس بلبنان تقدر تفهم وتشغل البلد، وناس عندها خبره وناس متعلمه ومثقفه. مليان البلد، لبنان مليان كفاءات، صدقني لبنان مليان كفاءات. يبقى انه نحن مش عم نعرف، لانه الانتخاب عم يصير بصراحه على صعيد طائفي مذهبي ديني عشائري عائلي. هو العمله وفي فت العمله بيلعب دور كبير، بيشترون 200 دولار خلال 4-5 سنين، صفي يوميته للواحد 7 أيام بدولار. غالي كتير هذه إرادة الناس كل 7 أيام بدولار. إنه معقول يعني عم بيشتغلك ضميرك بالنتيجة، الشخص اللي عم بيعطيك 100 دولار و200 دولار لتصوت له عم بيشتغلك ضميرك. المواطن اللي عم بيقبض 200 دولار عم يخسر، لأنه اللي انتخبون ما عم بيعملوا له شيء، عم بيخسروه بعدم اهتمام بالمناطق، بعدم الإنماء، بعدم بيسوون قوانين مش لمصلحته إلى آخره، بدعم سياسات ضده، عم بيخسروه عم يضطر يسافر يهاجر. المفروض اللي بده ينتخب مش يكون غنم يحط الليستة كلياتها. وقتها عم بيجي هاللوايح وعم بينطلب منك انك تحطها وقت الانتخابات، بدك تقرا الاسامي وتشوف هالجماعه هو اللي عم بتصوت لهم، هل بتعرف منني؟ هل شايف برنامجهم؟ هل شايف تاريخهم؟ هل ما سبق كانوا مثلا بحكومات سابقه، كانوا نواب بالسابق، شو عطوا بوقتها؟ والا وكأنت بتكون مثل شاهد زور وعم تيجي تحط لائحة مثل ما هي من دون اي وعي ومن دون، وبعدين ما فيك تيجي الا تلوم حالك. كما تكونون يولى عليكم. المنيح يعني نحن مناح، مش منيح نحن مش منيح. اذا ما امنا بثورتنا الثقافية السياسية وسمينا الأشخاص بأسمائهم الحقيقية والمسؤوليات بمسؤولياتها الحقيقية، اوعى حدا من اللبنانيين يفكر أو يحلم بأنه ممكن نعمر لبنان كوطن جديد، مش جديد، جديد بنظامه، جديد بكيانه، جديد بمستقبله. بحلم بلبنان المواطن بحس انه هو الدولة والدولة هو، مش بلبنان المواطن بنبش يطرق الدولة والدولة بتنبش تطرقه. بحلم بمجتمع يعمل اصلاح اداري وننتهي من هالفوضى والفساد اللي عايشين فيه، يعتمد الكفاءات وننسى الواسطة شوي. بحلم بلبنان له تاريخ بس تاريخ ما نستحي فيه. بحلم بلبنان مقاوم ولكن مقاوم لجهله، مقاوم لتخلفه. بحلم بمجتمع يحب العصفور، يحب صوته، وما صوت العصفور
يسمع صوت الطفل الفقير اللي عم يبكي. بحلم بلبنان ناس ما عم بيحلموا فيه. بحلم بلبنان ناس عم بعيشوا الحلم اللي بالدنيا. بحلم بالصبحية من على بكرة وبصبح الخير. بحلم فنجان قهوة مع الناس اللي بحبوا بعضها. بحلم بلبنان، لبنان القلب، لبنان الحب، لبنان يلي الكل مبسوط مع بعضه، لبنان العيد. وطن بيضحك، وطن فرح، وطن مش بس بيستقبل الناس ليبيعهم مطاعم ومرابع ليلية، يبيعهم فلسفة الفرح، يشعروا انه بهالوطن اللبناني هذا اللي على شاطئ المشرق هذا في سعادة. حلمي الأكبر إنه يوعوا شباب لبنان، إنهم يتخلوا عن موقع التبعية لزعاماتهم ولقياداتهم التقليدية، إنهم يتسلموا هني حكم لبنان، إنه ينزلوا على الشارع مش ليحملوا رايات القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والعونية والما بعرف مين، ينزلوا باسم شباب لبنان يجتمعوا بين بعضهم بدون نظريات. انتو حقيقتكم واحدة، حياتكم واحدة، انتو اذا كان بدكم تعيشوا في هذا الوطن محكومون بالعيش وبقبول الاخر، فروح اسألوا شو مشكلته واعرض له مشكلتك ولاقوا صيغة مدنية، واصر على هذا الامر مدنية. الفوق امي يا خي امي في غرب امي ما يستعملوا امي ام في محمد وفي مارون وفي متري وفي موسى بيعلموا مع بعضهم. هالأمات عم تحلمها ما بدو يخلون غير أمي، خليهم الأم تنتهي بطريقة حب لبنان يكون حب إيمون نيون هالأسامي وهاللوجويات اللي عم بتصير. مثل أنا وهادي إذا منتعيلق الجارة دغري تفوت بيناتنا أو الجار، فكل شيء وأنا وهادي إيد واحدة ما في حدا بيفرقنا. فياريت نحن يا لبنانية عن جد منتوحد، مش كلمة توحدوا، إذا عن جد في واحد مسؤول عم بيسمعني مزبوط بيحب لبنان يروح هلا يحط ايده باللي بيكرهه اللبناني ويقول له انا بدي ساوي لبنان، وهيك بيعمل لبنان مش بالحكي بالفعل. واعتقادي واعتقادي بدها ترجع الشمس تنط على الجبال، وبدها ترجع تشرق وتجيب معها دفى وتجيب معها عاطفة وتجيب معها الوان حلوه كتير. يا شباب لبنان انتوا الوحيدين اللي بايدكم الحل، اوعى تصدقوا لا امريكا ولا فرنسا ولا سوريا ولا إسرائيل ولا حدا ولا رجالنا ولا مرجعنا الدينية. الحل بإيدكم، مسؤولية التغيير عليكم. هذا الطاقم السياسي اللي حكمكم أنتم بتعرفوا أنه منه ظابط، كيف بكون تغيروا مين بكون تجيبوا هذه مسؤوليتكم. نحن جبناها إما بتشمروا عند سواعدكم وبتتجمعوا وبتنزلوا تقولوا اجا وقتنا او فلوا فلوا واعتبروا لبنان انتهى. هاي مسؤوليتكم. يا شمس يا خيوط الذهب يا مشانشالي عجبالنا شل الحرير شل القصب مرجت حالة بسهولة.